أول موبايل فئة متوسطة بيدعم 120 إرس زوم. الموضوع غريب جدا. السنة اللي فاتت كنت بسمع في سامسونج بس ال 100 إرس زوم ببقى منبهر جدا. السنة دي مفيش موبايل ما بينزلش ب 120 إرس زوم أو 100 إرس زوم، سواء فئة متوسطة أو فلاج شيب. مش عارف هيوصلوا لإيه السنة الجاية كمان. الموبايل ده مميز جدا في الكاميرات، وحسب كلام ريلمي بتقول إن الكاميرا الأساسية بقى فيها سنسور كبير جدا وبقى أفضل كتير في النايت مود وفي الإضاءة المنخفضة. وصلت لجحود إنها بتقارن نفسها بآيفون، يعني انت متخيل؟ ومش كده وبس، لا ريلم بتضحي النهارده وبتقول لك ان سنسور الكاميرا البيروسكوب اكبر 2.5 مرات من سنسور الايفون 15 برو ماكس. يعني دول نازلين بيعلى على كل الناس حتى الفلاج شيب بفئه متوسطه، متعرفش ازاي ضلوا سارتين سارتين ومره واحده يطلعوا بحته عاليه. كل ده هتلاقيه في موبايل واحد وهو الريلمي 12 برو بلس. من غير مقدمات كتير تعالوا نعرف المميزات والعيوب وكل ده بالتفصيل بس بعد الانترو. شكل العلبة المعتاد باللون الأصفر واسم الموبايل ما فيهاش اي جديد. مكونات العلبة: الموبايل صاحب شكل جذاب جدا وتصميم الكاميرات اللي شبه ساعات رولكس فخم جدا. جراب شفاف بخمسة جنيه، وصلة الشحن، شاحن يبان شكله كبير ولكن هو 67 واط بس، دبوس الشريحة وطيب الاستخدامات. عجبني جدا تصميم الموبايل ده وخصوصا اللون الازرق الغامق اللي هو الكحلي عامة، مع رسمة الكاميرات بالحواف بتاعتها الذهبي شكلها فخم جدا، تحسها منحوتة على الجهاز. كمان عاملين لك دايرة الكاميرا فيها خطوط بتعمل انعكاسات مع حركة النور فشكلها جميل جدا. خامة الظهر الباك منتشرة حاليا جلد مطعم بنانو شكلها فخم جدا وتدي ملمس لحاجة بريميوم كده، مش حاجة رخيصة ابدا. المبهر كمان ان عاملين شكل خياطة السوستر، يعني كأنه متخيط فعلا كأن في سوستة في ظهر الموبايل، فشكله غريب جدا ومبهر جدا. بالنسبة لي ارشح الموبايل ده كأفضل تصميم في الفئة المتوسطة في 2024، مش هتلاقي الجمال ده زيه. الفريم بلاستر زي الاجيال اللي فاتت مفهوش اي جديد، اتمنى يضيفوا المعدن فيكون اكثر مقاومة للصدمات والخبطات. الجهاز زاد مع دايرة الكاميرات والكاميرا البيروسكوب بقى 8.75 عكس الجيل القديم 8.2 بس، ملي طبعا مش سنتي يعني. وكمان اعتل من الجهاز القديم، وزنه 196 جرام. في رأيي الوزن والسمك الكبار دول بسبب الكاميرا البيروسكوب، واعتقد زودوا حاجة جوه. خلي بالك الكاميرات لما بتزيد من جوه العدسات بتزود الوزن سنة بسيطة، مش حاجة كبيرة قوي. اجمد حاجة كنت منتظرها في الموبايل ده وفي الجيل اللي فات ان هو بقى بيجي بمعيار مقاومة مية IP65، الجيل القديم ما كانش فيه، فدي ميزة كبيرة قوي ونقلة حلوة جدا. زي ما بنقول كده الاهتمام بأدق التفاصيل هو ده. الألوان المتوفر بيها أبيض كريمي وأحمر شبه لون الدم شوية، ولون أزرق غامق كحلي، حبيته جدا مع تصميم الظهر بتاعه وشكل الكاميرات. البصمة سريعة وممتازة جدا تطوير كل سنة. ومن نقطة البصمة نتنقل لنقطة الشاشة. الشاشة اللي هي العنصر الأساسي في أي موبايل حاليا. لو بصيت على شاشة القديم اللي هو ال 11 وشاشة الجديد ال 12 هتحس إن الاتنين زي بعض بالظبط، نسخة تبقى الأصل. حتى التردد ال 120 هرتز مش متكيف في الاثنين، يعني حتى ما خلوش متكيف، ما عملوش تطوير يعتبر. بس زي ما تقول تطويرات كل سنه، الوان سنه بسيطه، حاجات بسيطه يعني مش حاجه كبيره. نفس الشاشتين بالظبط، شاشه كيرف منحنيه من نوع اموليد بتدعم مليار لون و HDR10+. المقاس المعتاد 6.7 انش ودقه فول HD+. انا يعني مستغرب بصراحه ليه ما فيش 1.5 جي مثلا، يعني موبايلات في نفس سعره بتنزل 1.5 جي، طب هنا راحوا فين؟ مش عارف التطوير راح فين يا جدعان. نفس السطوع بالظبط 950 شمعه، فين ال 1500 شمعة؟ فين ال 2000 شمعة؟ 3000 شمعة؟ يعني في ناس نزلت دلوقتي ب 5000 شمعة، انتوا فين يا جماعة؟ انتوا واقعين في الشاشة خالص، أنا ما شفتش تطوير خالص في الشاشة دي. طبقة حماية الشاشة دي من نوع فيرتوس وكويسة جدا في تحمل الصدمات والخبطات، في منها طبعا فيرتوس 2، في فيرتوس أرمر زي في السامسونج، بس دي برضو ماشية ما فيهاش مشكلة. الأداء اتطور عن الجيل القديم، فرق كويس في الأداء ولكن نفس الأداء في الألعاب. بينزل بسناب دراجون 7 اس جين 2 ودقة التصنيع 4 نانومتر، معالج الرسوميات أدرينو 710. عامل تقييم وسط على انتوتو 577,000، مش رقم كبير بالنسبه للسنه دي، يعني نفس الاسعار ونفس الفئه دي بينزلوا بمليون مثلا اقل حاجه، لكن هنا 577,000 دي يعني رقم قليل جدا. الغريب اكتر ان هي تقريبا نفس التقييم بتاع السنه اللي فاتت، يعني الجيل الجديد هو الجيل القديم بالظبط في الالعاب. اين تطوير السنه دي في الشاشه وفي البروسيسور؟ مش هتلاقي اجابه. المودش ارتر لو قارنته بالريدمي نوت 13 برو بلس اللي هو مقارب جدا لسعره، عامل تقييم 723,000، فرق متوسط
650 ألف نقطة في الأداء. أين أنتم يا ريلمي؟ نفس الجيل القديم بالظبط بيدعم شرايح تعبير كويسة جدا بتبرده خصوصا في الألعاب وفي تصوير الرامات. نفس التردد القديم 2133. أين التطوير في الرامات؟ أنا سألت السؤال ده كتير، سألته في الشاشة وسألته في البروسيسور وأسأله في الرامات، أين التطوير؟ قلت لي 3200 على الأقل ويمشي زي الناس، لكن إيه اللي أنت حاطه ده؟ ما تفتحناش وسط الفئة المتوسطة، أنا لسه كنت بشكر فيك في الأول. ينزل برضه زي القديم برامات 8 و12. عشان أكون صريح معاكم، أنا ما بحبش أمجد وأطبل الشركة، أنا لما بشوف إن التليفون ده في حاجة مش حلوة بقولها. في ناس بتقعد تمجد وتطبل التليفونات، في ناس بتعشق الريلمي فبالنسبة لهم دي حاجة مش هتأثر. أنا بالنسبة لي لما أجيب ترشيحات تليفون كويس لحد هيشتري بقرب له أفضل تليفون بأفضل سعر، مش هيفرق معايا اسم الشركة، بيفرق معايا أهم حاجة الإمكانيات والسوفت وير. هيجي سؤال لولبي هنا، واحد هيقول لي التليفون ده بيدعم رامات 24 جيجا، أنت إزاي بتقول 12 بس؟ في واحد مشهور قال لي إنه بيدعم 24 جيجا، مش بالشهرة. توضيح الفرق بين ال 12 وال 24، ارجع بالزمن شوية لورا سنتين بالظبط، أندرويد 12 أول أندرويد بيدعم ميزة إن أنت بتاخد من مساحة التخزين تحط في الرامات شوية، ممكن آخد رامات 2 3 4 5 6 8 رامات، وممكن زي الموبايل ده آخد رامات 12 من مساحة التخزين، بس ده ليه عيب قاتل شوية. لو مساحة التخزين ضعيفة مش أفضل حاجة هتخلي التليفون ماشي سلحفة، تبقى ماشي بتليفون سريع وكويس ومقبول في الأداء بتاعه، بس أنت مش عارف تاخد التجربة المتكاملة دي، لأن سوفت وير بيمشي بسرعة واحدة، فلو السرعة بطيئة هيمشي على السرعة البطيئة، مش هيمشي على السريعة ويسيب البطيئة، هتبقى في عك في التليفون، فلو سرعة مساحة التخزين بطيئة جدا الرامات هتبقى بطيئة جدا. فتخيل انت معاك 2133 وهتقلل عنها، شوف بقى انت تمشي بايه بسلحفه، التليفون هيبقى شغال بيروح. فنصيحه لو انت عندك الميزه دي في اي تليفون عندك بدايه من اندرويد 12 الغيها، ادخل في الاعدادات والغيها واعمل ريستارت للتليفون، هتلاقيه بقى سريع جدا طبيعي. والمعتاد هقول لك في التليفون ان هم طوروا مساحه التخزين، هم طوروها بس لورا. في الجيل القديم كانت بتنزل من نوع UFS 3.1، في الجيل ده بتنزل من نوع 2.2، وده نوع قديم جدا. فانت لو هتفكر تضيف جزء من مساحه التخزين كرامات انت هتعيط، هتقول لي ايه اللي خلاني اجيب التليفون ده، انا خسرت فيه دفعت اقوله فات وما وصلتش ولا استفدت باي حاجه، كل ده عشان كاميرات وعشان حد قال لي ان هو جامد جدا. بينزل بنوعين بس 128 و256، لا 512 ولا 1024. الغريب ان الموبايلات اقل منه في السعر بفرق حلو جدا وبتنزل ب1 تيرا و512، ده فين يعني؟ ريلمي راحت فين؟ حاسس ان ريلمي نايمه، اهتمت بالكاميرات ونسيت الباقي. ما انا عندي مبدا يهتم بكله ما اهتمش بكله. بص بقى التطوير الجامد اللي ريلمي عملته ما حدش عمله زيها، اتطورت من اندرويد 3 بقت اندرويد 14، وريت ريلمي من 4 بقت 5، بس طور فوق فوق قوي يعني. بصراحه انا اتقفلت من الموبايل، بصراحه انا كنت حابب الكاميرات ولسه في تفاصيل في الكاميرات هقولها، بس انا اتقفلت منه من دلوقتي. العناصر الرئيسيه في الجهاز مش موجوده، الطريقه برغم انها نفس القديمه بالظبط ال 5000 ملي امبير، ولكن فرق كبير في الاداء وفي مده الاستخدام، وده طبعا بسبب معالجه البروسيسور الذكيه. زي ما قلت في اول الفيديو الشاحن 67 واط. الغريب والمحزن ان في الجيل القديم كان 100، ازاي الجيل الجديد تخليه 67؟ انت بترجع لورا ليه يعني؟ احنا المفروض بنطلع لقدام. انا كنت لسه بحبكم، مش عارف ايه اللي حصل. مده شحن الجهاز متوسط من 47 ل 48 دقيقه في الحدود دي. وانت مكمل الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وشير ولايك وسبسكرايب واي حاجه انت عايز تعملها عامه عشان تشجعني ان استمر، عشان الواحد يطور من نفسه اسرع واسرع. ما تنساش طبعا تكتب لي اي كلمه حلوه، كومنت تشجيع، اي حاجه، حتى لو تعملي قلب اي حاجه انا احبك. تطوير المدهش والمذهل اللي كل الناس كانت بتمجد في ريلمي عليه، تطوير مش كبير، عمل لك تطوير بسيط في معالجه الصور، تحسينات بسيطه، لا تطويرات كل سنه زي ما بقول. ايه التطوير الكبير؟ هو الكاميرا البيروسكوب اللي اتضافت. في تطوير كبير في الكاميرات في دي، هقول لك في تطوير في النايت مود، في معالجه الصوره بقت افضل، ولكن مش التطوير اللي كنت منتظره من ريلمي. الكاميرا الاساسيه 50 ميجا مع سنسور اي ام اكس 890 المعتاد في اغلب التليفونات حاليا، شايف الكواليتي والمعالجه افضل شويه والالوان كمان، وبيبقى فيها حده شويه وتفاصيل اكتر واوضح. السنسور الكبير بيقرا تفاصيل اكتر وتصحيح الوان افضل، سواء في الصبح او بالليل النايت مود او الاضاءه المنخفضه او الضعيفه. التصوير في اضاءه النهار بتقرا تفاصيل الوش كويس وتعمل عزل او بلور ممتاز، سواء في الصور العاديه او البورتريه من كاميرا الزوم مش العاديه. التطوير الكبير اللي بشكرهم عليه ان ضافولك كاميرا بيروسكوب زوم، ده التطوير اللي اقول عليه بتاريخ الموبايل وبتاريخ ريلمي كلها، غير كده مفيش اي تطويرات في الموبايل. التطوير ده كبير جدا على سنه واحده، وقادر يخلي ريلمي تتنقل من موبايل عادي لموبايل ممتاز في التصوير لمسافات بعيده. مش
هتبقى محتار تجيب موبايل فلاج شيب عشان 100 ارس ولا 120 ارس، لا هو 120 ارس اصلا. الكاميرا البيروسكوب 64 ميجا بتدعم زوم لحد 3 ارس اوبتيكال و6 ارس بمساعده البروسيسور والسنسور الكبير جدا، ولحد 120 ارس ديجيتال مع وجود مثبت بصري ممتاز بتطلع تفاصيل ممتازه جدا لمسافات بعيده. لما ريلمي نزلت صوره الملعب ما صدقتش التفاصيل اللي ظهرت من المسافه دي، مسافه رهيبه جدا. الكاميرا الاخيره المعتاده الالترا وايد 8 ميجا مقبوله نوعا ما، وير الفيديو ممتاز وثابت مع الحركه مع المثبت البصري، بيصور لحد 4K 30 فريم 1080 30 60 120 فريم. الكاميرا الاماميه او السيلفي 32 ميجا مقبوله نوعا ما، بتطلع تفاصيل كويسه في ضوء النهار وعزل ممتاز، لكن في الاضاءه الداخليه مش حلوه، تحس الصور مهزوزه ومش هتطلع تفاصيل كويسه، محتاج نور حواليك عشان يطلع صور مظبوطه. بيصور فيديو 1080 30 فريم، مفيش تطوير هنا. بيدعم واي فاي 6 بلوتوث 5.2 تايب سي من نوع 2، وده بطيء شويه في نقل البيانات. بيدعم ان اف سي المعتاد وشريحتين من نوع نانو، وبيدعم ال 5G. تجربه الشبكات والاتصال مقبوله، هي مش الافضل لان في شرائح جديده نزلت في الموبايلات الجديده، ولكن الاتصال شغال عادي عاده. لو في مكان في الشبكه ضعيفه مش هتلاقي شبكه، مش عايز احبطك. لو جربت صوت هتلاقي زي القديم، مش هتلاحظ فرق كبير بينهم، هو ممتاز مفيش مشكله. اعتقد واضحه المقارنه والفروقات بين الجيل القديم والجيل الجديد، اللي ظهر تطور كبير جدا في الكاميرات وخصوصا الكاميرا البيروسكوب. مش هقول لك في تطوير حصل في اي حاجه تاني، بدون مجاملات انا ما شفتش تطوير حصل خالص ولا حتى في البروسيسور، لا شاشه لا رامات لا مساحه تخزين. انا بالنسبه لي لو ميزانيتي محدوده اجيب الجيل القديم افضل. ايه اللي خلينا اجيب الجيل الجديد؟ عشان كاميرا بيروسكوب بس ونفس الجيل القديم بالظبط. لو حطيت لي تطوير هجيب الجيل الجديد، لكن انت مش حاطط فمش هلي. اوعى تنخدع بالريفيوهات اللي على اليوتيوب اللي بتقول لك الموبايل ده جامد مالهوش اي مسيل، لا مفيش الكلام ده خالص، كل دي مجاملات مش اكتر. اقول لك الخلاصه من الاخر، اشتري ريدمي نوت 13 برو بلس، افضل من ده بكتير في الامكانيات وفي الاداء بتاعه. انا بالنسبه لي كشخص اهو الكاميرا البيروسكوب مش هتفرق معايا، انا هصور مثلا بيها مره مرتين برج القاهره مثلا وخلاص، ولا اعرف عنها حاجه. والله انت هتنسى اصلا. اغلب المستخدمين للسامسونج S23 الترا والS24 الترا كانوا بيجيبوا التليفون يصوروا برج من بعيد صوره صورتين ثلاث صور بكتير وسلام عليكم، بينسوا اساسا ان في الكاميرا دي. فبالنسبه لي تطوير مش الافضل، هو تطوير حلو جدا للشركه دي في الفئه المتوسطه، ولكن انت كمستخدم مش هيفرق معاك، انت مش فوتوغرافر. اتمنى يهتموا بالجيل الجديد اللي هو ال 13 اللي لسه بيفكروا يعملوه ويطوروا اكتر ويحطوا بروسيسور افضل وشاشه افضل، لان بصراحه جات لي حاله احباط شديده في الموبايل ده. انت صراحه ايه رايك في الموبايل ده، سواء راي ايجابي او راي سلبي؟ شاركني في الكومنتات. مش محتاج اقول لك، محتاج مساعده ابعت لي كومنت على طول وهساعدك حالا باذن الله في اي حاجه تحتاجها. ما تنساش تنورني على الاربع منصات، الفيسبوك اليوتيوب الانستجرام التيك توك، عشان تتابع كل جديد وانت في مكانك. مبسوط جدا ان انت لسه بتشوفني لحد دلوقتي ولسه بتتابعني. اتمنى لك يوم سعيد، واتمنى اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.